هذا وكشف كذلك وزير العدل طيب لوح بأن الجزائر استلمت ما يقارب 19 شخص من سجن غوانتانامو بالولايات المتحدة، حيث تم تقديمهم للعدالة فيما تبقى شخصان فقط، والجزائر الآن بصدد استلام سجين آخر. كانت عندنا مشكل المتعلقين المعتقلين بغوانتانامو، فيه عدد كبير استلمناه و19 تقريبا معتقلا من غوانتانامو، فيه شخص آخر الآن فيه بين وزارة الخارجية والولايات المتحدة، طبعا فيه نقاش وتفاوض حول تسلم رعية كانت بقية في غوانتانامو، لكن بقي اثنين. أن فيه حول شخص أنه نستلمه إلى جانب الأشخاص الذين استلمناهم وتم محاكمتهم وفقا للقانون. هناك من أخذوا البراءة، من هناك من قالوا وقف التنفيذ، ولكن تمت متابعتهم وفقا لقوانين الجمهورية.